بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، أطلقت مؤسسة محمد الخامس للتضامن نسخة 2023 من عملية مرحبا لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج ابتداء من 5 يونيو وإلى غاية 15 من شتنبر، حيث أن تنفيذ وتنسيق هذه العملية يتم مع مجموعة من المتدخلين. فالمؤسسة قامت بتشغيل 24 فضاء للاستقبال داخل المغرب وبالخارج من أجل مواكبة أفراد الجالية المقيمين بالخارج خلال العبور والرجوع من وإلى المغرب طيلة فترة العملية الممتدة لثلاثة أشهر ونصف. جاز هذه العملية مع شركائها بصورة جيدة. عملت المؤسسة على تعبئة كل الفرقاء وكذلك مواردها وإمكاناتها اللوجستية والبشرية لإنجاز العملية بشكل جيد. فبطبيعة الحال مع توفير ما يفوق 1400 أطقم وكوادر من مؤسسة ومساعدات اجتماعيات وأطقم طبية وشبه طبية، هنالك بطبيعة الحال تدخل وزارة الصحة، تدخل السلطات المينائية وكذلك سلطات المطارات المختلفة عبر ربوع المملكة، وتدخل كذلك السلطات المحلية لتكثف مجهوداتها وتنسقها لاستقبال مغاربة العالم بصورة يعني لائقة ومواكبتهم عبر مختلف يعني مراحل تنقلهم إلى أرض الوطن. المؤسسة قامت بتشغيل 18 فضاء للاستقبال بكل من موانئ طنجة المتوسط، طنجة المدينة، الحسيمة والناظور، وبمعابر باب سبتة وباب مليليا، وبمطارات الدار البيضاء محمدين الخامس والرباط سلا ووجدة أنقاد، أكادير، المسيرة، فاس سايس، مراكش المنارة وطنجة بن بطوطة، وكذلك بباحات الاستراحة طنجة المتوسط والجبهة وتزاغين وسمير المضيق. ميناء طنجة المتوسط للمسافرين جاهز لاستقبال ومواكبة مغاربة العالم خلال عملية مرحبا 2023. من أجل ذلك تم تخصيص واحد الميزانية قدرها 80 مليون ديال الدرهم لتحسين البنية التحتية للميناء والخدمات المخصصة للمسافرين. وكذلك تم توفير هذه السنة واحد الأسطول البحري لنقل 40,000 مسافر و 10,000 سيارة يوميا. ونقوم أيضا بالتعاون مع جميع المتدخلين والفاعلين تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وذلك من أجل إنجاح عملية مرحبا 2023 وضمان عبور سلس عبر الميناء. من أجل إنجاح عملية مرحبا لهذه السنة عبأت المؤسسة أكثر من 1400 شخص من أطر المؤسسة ومساعدات اجتماعيات وأطباء وأطر شبه طبية ومتطوعين للاستماع لمتطلبات المغاربة المقيمين بالخارج ومساعدتهم وتقديم الدعم والعون اللازمين لهم.